شكرا لكم وانتم بالعكس انا بدي اشكركم جيتوا من ابو ظبي لدبي حتى تحققون هذا اللقاء وحتى تسعدون الجمهور العزيز. هي هو بالذات البوم ابحثوا عنك شويه تعذبت بي تعذبت لان صار شويه اشكال بعثوا لي الاغاني وضاع البوكس اللي داخله في كان اغاني غير الاغاني اللي مخلي حوالي بعد في 3 اغاني راحت انفقدت غير 2 اخرين يعني كانت مجموعه انفقدت راحت لحد الان ما لقيتهم طبعا فاضطريت باخر لحظه اخلي في الشريط اغاني قديمه مثل ليدي الحويس وعلى مره واي زمن هذا لداوي انا اي زمن هذا لداوي مسجلها بايام من كنت يعني بالثمانينات مسجلها قديمه يعني فاضطريت اخلي اغنيتين بدل الاغاني اللي فقدت وكان ايضا المفروض تنزل اغنيه حكايه حبيبين كان صديقي الكريم العراقي لكن ما انجزت هذه اغنيه مثل اسلوب انا وليلى يعني اغنيه دراما وفيها قصه فيها راوي وفيها قصه يعني حبيبين اثنين فايضا تاجلت ف بالنسبه لي ما كنت راضي بكل الرضا عن هذا الالبوم صراحه بس ما يمنع انه في اغاني انا من الاغنيات اللي احبها جدا اللي هي اللي كتبها الاستاذ سعد الغريري مثلا مو ضحكتك لا دفو ايدك ولا رقه كلامك مو لهفتك تصور انت قبال عيني وبين يدي ما عرفتك من الاغاني اللي احبها جدا هذه ومن الاغاني اللي احبها شكرا الى هذا الذي ايضا كلمات اسعد الغريري والزمن هذا اللي كتب قصه بدايه ناس وايضا اغنيه سالتها من الاغاني اللي احبها كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد ايضا من الاغاني الجميله اللي اعشقها هي الليل احساسي غريب واللي تصورت كنت اتمنى التلفزيونات تبثها ولكن كانت بس يملك لي ارتي فما قدرت استأذنت من عندهم ما سمحوا انه تنبث لي بالتلفزيونات الاخرى لان هو انتاجهم كان ايضا من الاغاني اللي اعتبرها حبيب من حبيباتي كل عام وانت حبيبتي ايضا ابحثوا عنك بس للاسف ما انخدمت هذه الاغنيه يعني هذه كنت مخطط لها تخطيط اخر اولا تنفيذها ما كنت موفق فيه الانسان لازم يكون صريح يعني يتكلم الحقيقه تنفيذ هذه الأغنية ما كنت موفق فيها أنا يعني أحيانا اللحن تحسيه جميل ولكن من يتوزع يفقد بريق يفقد أشياء كثيرة أحيانا بالعكس لحن بسيط يتوزع يضيف له التوزيع أحيانا التوزيع يقتله أنا أتدخل جدا في التوزيع أنا أطلع يعني مرات مساكين الله يكون في عونهم يعني مرات مثلا يكملوا الشغل ارجع اعيده كله لا اقول له هنا تغير هنا تضيف هنا ملاحظه اخرى هنا تحط هذه الحاجه انا مسوي هذه لازم تصور لي هذا الموقف يعني يتعبوا جدا معي للتوزيع ولذلك انا مشرف على كل حاجه وهو هذا اللي تعبني يعني هو هذا اللي تعبني جدا يعني انا مشرف على كل شيء مشرف على الكلام مشرف على التوزيع على طريقة التسجيل على العازفين على الصلوات على الكورال أكثر شيء أنا أعمل الكورال أكثر شيء أنا لازم أنا أقود الكورال وأنا أعمل يعني حتى أدخل معاهم فهذا يأخذ وقت يأخذ ساعات طويلة جدا يعني مثلا نوع التسجيل مثلا أنا أضطر مرات حتى أسجل أغنية مثلا تاخذني 4 أشهر اروح اسافر لبلد اظل اتجول في الاستديوهات اظل اتجول في اسال على عازفين اسال مثل ما نفذت كل عام وانت حبيبتي نفذتها كلهم عازفين من كل العالم تقريبا في امريكا نفذناها في لوس انجلوس ومن افضل الاستديوهات في العالم ايضا سجلت هذه الاغنيه وعملها ميكس وريتشارد اللي سوى ميكس ما نزل اسمه بالالبوم بالغلط نزل بس هو اللي عمل الميكس هناك وسجلت في لوس انجلوس بعد انا حريص على الكواليتي يعني انا نفذت اغنيه اسمها كارولينا صار لها يمكن 6 سنوات نفذتها في ايطاليا مع الفرقه السيمفونيه وما طلعتها لحد الان ما احتفظت فيها لنفسي يعني بس ارد اشوف موسيقتي عندما يعزفوها عازفين في الخارج انه كيف تخرج يعني كيف الاسلوب يكون هي موسيقتي
لكن كيف من تنعزف كيف يعطوها أي روح يعطوها أخرى. فأحيانا يا تنجح أحيانا يا لا، يعني مو شرط أنه أقوى من العازفين، لا بالعكس، العازفين إحنا عندنا من أفضل ما يكون خاصة في الشرق لا يعلى عليهم، يعني أفضل أصعب الأغاني سجلتها في القاهرة، يعني أصعب الأغاني يعزفوها عازفين المصريين إخواننا المصريين، وقسم من فرقتي أيضا عزفوا، بس أكثر شيء أنا عزفها في أكثر شيء يعزفوها في القاهرة في الاستديوهات من أفضل ما يكون. ولكن مرات تحب تغيري شيء، يعني الآن مثلا عندي قصيدة حكاية حبيبين اللي هي طويلة جدا 12 دقيقة، أحاول بأي طريقة أمنتجها الآن، لا أحاول أنه أقص من عدها، يعني طويلة جدا، وبعدها يعني كل أصدقائي هم ضد رأيي، كلهم ضدي من أقولهم، حتى من ضمنهم حتى ابني وسام وابني مرضى أنه أقص من عدها ولا سطر، قال حرام، أغنية متكاملة هذه، قصة متكاملة ودراما سعودية، يعني تحسي الدراما فيها في وحتى التوزيع المفاجأة أنا مقدمة للوطن العربي، هو الأستاذ سالم عبد الكريم، هو عميد المعهد الموسيقي يعني في اللي كنت أنا طالب في هذا المعهد، فأخذت أنه أعطيته هذه التجربة، وهو يعمل مع الفرقة السيمفونية، يعني عملها مع الفرقة السيمفونية وأبدع فيها جدا، فبصراحة يعني توزيع جميل. وبالتوزيع خاصة بهذه القصيدة اللي هي اسمها حكاية حبيبين كلمات كريم العراقي، في دائما نحن نستخدم بالموسيقى مرجع، يعني مثلا من نعيد مقطع نحط مرجع، لا هو حتى المرجع ألغي بهذه القصيدة، حتى من نعيد المقطع يبدأ توزيع آخر، يعني نفس الجملة الكلامية بس من تنعاد بتوزيع آخر، باكجراوند حاطلة آخر، يعني كل شوية يعني عمل جهد فيها حوالي 10 أغاني، يعني هذه أصلا كتجاريا ما حد يستخدمها، أول شيء تضر الشركة، هاي واحدة تضرها، أولا الفرقة تأخذ معانا، أخذت معانا الفرقة عزف هذه الأغنية حتى لا أبالغ، ما أقدر أحصي الساعات، ساعات طويلة جدا، يعني مرة يوم دخلوا الصبح مساكين في اسطنبول، دخلوا الصبح خرجوا الساعة 10 بالليل، من الصبح الساعة 9 بدأوا، خرجوا الساعة 10 بالليل ورجعوا ثاني يوم كملوا، ورجعوا ثالث يوم كملوا، ورجعوا رابع يوم كملوا، لأن التوزيع صعب، وقلت لك ما بي مرجع، يعني لأن مرات نعمل كافي، يعني مرات نعمل مثلا الخطة للأسف، يعني التجارة يعملوا مذهب وكوبليه، يعملوا بارت 1 وبارت 2، يعملوا الأول مقطع والثاني مقطع ويسجلوا ويخرجوا، يعملوا كوب يطبعوا بالكمبيوتر، يطبعوا هذا المقطع يطبعوا على الثاني، هاي الطريقة للأسف هذه صارت يعني وانتشرت خلاص، لا احنا استخدمنا انه كل مقطع من اللي بنعيده نعيده. إذا تحكينا على الطريقة القديمة، أنا أغنياتي إذا أغنيها بطريقة اللي كانت تغنى أيام زمان تطول ساعة، لو تشوفي أنا وليلى لو فيها إعادات ساعة كاملة مو أقل من ساعة، حتى حكاية حبيبين لو أغنيها بالطريقة القديمة وأعيد مقاطع وأعيد موسيقى وأعيد ساعة كاملة، بس أنا أحب أنه تكون الأغنية يعني أحيانا تفرض عليك، لأن مثل ما يقول لا أحاول أطرق باب الأوبرا، وذلك مثلا تسمع الكورال اللي داخل، تسمع العمل اللي فيها أسلوب آخر، أسلوب وكأنه ما تحسيها أنه قصيدة عربية تغنى، لا تحسيها أنه رواية تروي، هي فعلا رواية، وتجلس فيها الراوي وفيها بطل القصة وبطلة القصة، ما تحسيها أغنية تقليدية. الأوبرا هي حلمي من زمان، يعني يمكن لو المستمعين والمشاهدين يتذكروا أول ما بدأت في مشوار الفني عملت أغنية اللي هي 85 بيت شعر كان صديقي، لا يا صديقي، لا يا صديقي، هي أغنية لو تغنى على أيام زمان 3 ساعات، إذا على المسرح إذا فيها على 3 ساعات طولها، وأنا يعجبني أغامر، يعني الآن أوبرا ملحمة بالقامش أيضا كريم أنجزها، دعمل فيها محتاجة وقت طويل جدا، هي أوبرا مو أيضا مو بالشكل التقليدي، يعني محتاجة إلى فعلا جهد 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 فظيع، ومحتاجة إلى تفرغ، وأنا بيني وبينك مدى ألقى التفرغ، يعني يا دوب أتفرغ لألبومي وبس أبدأ تسجيل في الألبوم، يعني معناها تأخذني أقل شيء 6-7 أشهر، فأحاول يعني طالما أعلنت عنها فلازم أنجزها،
محتاجة إلى وقت طويل يعني حتى لا يعتمون علي الجمهور. أنا صرحت سنتين ثلاثة بس هي أكثر من 3 سنوات تأخذ. هذه خطة هم الروتانا وضعوها وإي آر تي وضعوها، مو بس إني وضعوها كخطة لبرنامجهم يعني، مو بس أنا كل المطربين. هي بيني وبينك صعبة، أنا بعد ما أكررها يعني، خلي سامحوني هالمرة، السنة الجاية من الآن أقولهم أنه أنا ما راح أقدر أسمع. والله هي مهمة يعني، هي مهمة أن الفنان يعني يكون مع العمل الجديد، ينزل عمل جديد يعني للناس، يكون مع الناس، ينزل معاهم، يجتمع مع جمهوره، يروح على يفتتح إنه بما معناه أنه خلاص الألبوم نزل صار ملك الناس. هي حالة حلوة يعني يسووها كل العالم يعني. الآن من أرضه والأفلام، أنا كنت في باريس وكانوا فنانين إجوا من لوس أنجلوس، من إجوا على أفلامهم، إجوا جلسوا مع الناس، إجوا فتحوا ودخلوا أيضا، حتى دخلوا السينما، حتى يدخلون على الشركات الكبيرة اللي بيع الأشرطة سي دي منهم، فناك، فيرجن، فيدخلوا كلهم هم فنانين، يشوفوا فيهم، يحتفلوا إنه بنزول كاسيتهم، يسافروا كل العالم نفس الشيء طريقة يعني يعملوها كلهم. والله هي ماكو فنان في غنى او لا، لا هو مفروض الكل يسووها، بس بالنسبة لي انا كانت فعلا متعبة، وبعدها يعني الارضاء حالة لا تدرك يعني، ما راح اقول ارضاء الناس، راح اقول الارضاء للاوساط اللي ما بدي اذكرها 100%، حالة تدرك يعني. قسم كثير زعلوا، قسم الصحافة زعلوا انه ما توفر لهم مجال انه ان اعمل لقاءات معهم، اجيت يوم واحد وسافر الثاني يوم، فقسم زعلوا وقسم اتهموني انه انا السبب وانا مش دخلي في الموضوع. الاي ار تي والروتانا راسمين لي برنامج، اصل يوم، ثاني يوم مؤتمر، ثالث يوم اشوف الناس، رابع يوم اسافر. تعلقي في الموسيقى وفي التلحين والتاليف الموسيقي، تعلقي فيهم اكثر كان. هو تعاملت مع سمو الشيخ محمد راشد المكتوم في من أجمل القصائد اللي غنيتها، أغسي البرد، وبعدها أيضا فيها أنا ونيت، والليل يا بيت العنا، ومن تكون أنت، وتعاملت مع هذا الشعر. بالنسبة لي كان أسلوب جديد الشعر النبطي، خاصة في قصيدة أغسي البرد، كان قصيدة صعبة جدا. وحتى كانوا متوقعين ان اللحن راح يطلع بطريقه التقليديه، انا لا، عملت اسلوب اخر في التلحين يعني. هو بيني وبينك انا ما اشوفه يعني، هو في رجل مستشار هو يمثله، فهو اللي يجي مثلا يجيب لي الشعر، انا اختار، اقول له اريد هاي القصيده، اعمل الموسيقى، اكمل، اعطيه الاغنيه جاهزه، هو يروح يسوق معها، فيتصل يقول لي مثلا يشكرك الشيخ اريد ان حابين نصورها وهذا. ما توفقت في تصويرهم كثير يعني للاسف يعني، التصوير ما كان. الان انا مثلا من اصور بطريقه اخرى، على الاقل صار عندي بعض الخبره، بالتصوير كثير اهتم يعني، صرت اهتم بالتصوير مثل ما اهتم بالرسم وبالشعر وبالفعلا يعني ما اقول لك مثل الموسيقى، اقول لك مثل الشعر والرسم، اللي من الاهتمامات اللي انا احبهم يعني، اللي انا اتابعهم، فصرت اتابع ان الاغنيه كيف تخرج للناس، لازم تخرج، لازم اتفرج عليها في خيالي، وبعدها اسمح ان تصور. فلو الاغاني القديمه لو اعيد تصويرها، اتمنى يعني لو انا اصور اغسيل البرد من جديد، طبعا راح اطلعها باسلوب اخر، حتى اذا مجرد بس ياثر فيها. انا انسان يعني، مهما اكون يعني عندي احساسي وعندي مشاعري واتاثر وافرح واحزن يعني. انا لو كنت انا رجل يعني مثل ما يقول جدا مسكر ابوابي وجالس وعملي اشتغل فيه وما خلصان. لو كنت يعني مثلا من الحب السهر وهذا، كان يمكن بالسنه اذا ردت اسهر مع اصدقائي ناسي، يمكن تنعد على عد الاصابع يعني، يمكن 10 مرات بالسنه اسهر، يمكن 10 مرات، روحي 12 مرة أسهر بالسنة. هذا طبيعتي، أنا أحب البيت. لا لا لا، أنا أحب البيت، أنا وإخواني، لو نشوف إخواني يكونوا يعني يحبوا البيت بشكل يعني، أمي ربتنا هالطريقة هذه، إحنا نحب البيت يعني. مرات مثلا أنا أقعد ببيتي 14 ما أمل، أبد ما أمل، فرحان سعيد أحس نفسي يعني بين هاي، مرات أحفظ الحياطين، أحفظ كل شيء يعني،
اقول له ما اقدر اقيس لكم اياها بالسنتيمترات هذه صراحه يعني. اخرج قبل النادي وارجع، ممكن اخرج من الاستوديو وارجع، هذا خروجي. اما بالليل لا، ما يعني انا من النوع اللي احد اذا دخن جنبي عيوني دموعي تنزل، يعني ما يعني لا دخان اقدر اتحمل واحد يدخن جنبي. حتى مرات مساكين عندي بالبيت اصدقائي اكون في مكان خاص الدخان مثلا، اول ما اشوف قطعه يقول ايش كاظم شو مسوي انت؟ قلت له والله ما اتحمل، عندي حساسيه اول شيء الدخان عندي، ولذلك تشوفيني مثلا حتى لا اضايق الناس. انا ما في اروح مثلا عندي اصدقاء ازورهم مساكين مدخنين كلهم يخرجوا، انا ما احب هذا الموقف، يعني ما احب اثر عليهم، يعني خليني ببيتي بيتي احسن مما اخربط عليهم الجلسه ولا هذا. ما هو لازم انت يا ضيفي لمكتبتك حاجه وتظل صديقه معاك، يا ما تقدمي على 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 عمل القصائد، لان القصيده يا تعمليها وتنضاف للمكتبه العربيه يا ما تعملي قصيده. فمن عملت اني خيرتك فاختاري وشعرت بفخر انه عندي هاي القصيده، وعملت مدرسه الحب انضافت للمكتبة، وعملت زيديني عشق انا اشهده، حب الحب المستحيل ممنوعة انت، تحديات حبيبتي والمطر، تعبت مستقيل، في مجموعة عملتها انا شعرت انه هذه حتبقى بالمكتبة موجودة، يعني حتبقى، هذول حيبقون لهم طعم ولهم نكهة ولهم. ف اي كنت متأكد ما غامرت؟ لا كنت متأكد. أنا يوم من الأيام صعدت على المسرح، كنت طالب معهد الموسيقى، كنت عامل إني خيرتك في المقطع الأول والثاني بس فقط، فطلعت على العود، كان حفلة عندنا معهد الدراسات الموسيقية عاملين حفلة، الإعلام عامل الحفلة للطلبة فقط، طلاب يقدم، كل واحد يقدم فعالية، فقدموا فعالياتهم وأنا طلعت على المسرح وحدي، وكان معايا ما أعرف كم طالب منشد كورال كثير لحد الان اتذكرهم مالين المسرح الكورال، وانا على عودي وصديقي عازف معي محمد لفته عازف الرق معي لحد الان، هو طالب معي كان، فهو عرق وانا على العود واغني اني خيرتك، فكان الجمهور استقبلها بطريقه انا ما صدقت نفسي، يعني حتى المسؤولين في الموسيقى يعني كانوا من ضمنهم الله يرحمه الاستاذ منير البشير، لان هو كان مسؤول عن المعهد. في قصائد كثير يعني ما شافوها الناس لحد الان، ومن اجملهم مستقيل دكتور منى سعيد العتيبه، هي اغنيه اصلا يعني وطنيه تحسيها، اتمنى هذه توزع في التلفزيونات. والاغنيه الاخيره انا احبها كثير اللي هي اللي احساسي غريب، تصويرها كان ممتاز، ابدع فيه حسين دعيبس بصراحه ابدع فيها، كنت اتمنى انه تتوزع في التلفزيونات، بس هم حقهم اللي عارفين، هم يصرفون ينتجون يتعبوا، فيستحقوا ان تكون الاغنيه ملكهم فقط، بس مرات هم شويه نطلب حنيتهم بعد ما تمر اشهر على الاغنيه. لا هو الكلام والشكر هذا قليل جدا يعني، ومن خلال جلسه واحده، لان انا مرات مثلا كنت حريصا اقابلهم، كانوا يزوروني في مصر، فكنت اروح احرص انه فعلا اجلس معاهم اخذ صور معاهم، في عاملين لي مسائل فظيعه في الانترنت، يعني ما تتصوريش النوادي اللي عاملي، يعني قليل بحقهم انه اقول لهم انا اشكركم وانا احبكم وانا، هذا كله قليل، يعني احس نفسي انا مقصر معاهم، وكاني مثلا كيف الحق الواجب علي، انه كيف واجبي انه لازم اولادي ازورهم بين كم يوم ويوم، ففتره معينه لازم اروح احضنهم، فلازم فعلا جمهوري اللي متابع وصارت اسمائهم تقريبا كثير من عندهم حافظه، محتاج انه انا لازم اعمل لقاءات معهم بين فتره وفتره من واجبي يعني.